طبعا برحب بيكم ومبسوط جدا ان انا اتقابلت معاكم النهارده. المشوار من دمياط لحد هنا كان ساعات طويله يعني، الحمد لله وصلنا بالسلامه. مبدئيا انا خريج كليه تجاره، ما شاء الله كنت مكافح فيها يعني، قعدت فيها 6 سنين وانا كنت يعني بشتغل وانا في الكليه، عشان هو ده السبب اللي خلاني اقعد في الكليه فتره كبيره يعني. شغال مدير مشتريات في شركه مقاولات المانيه، وفي الفتره ومتجوز طبعا لحسن الحظ، متجوز ومعايا عمر ونور. عمر 4 سنين ونص ونور 8 شهور الحمد لله يعني. لما جيت القاهره هنا بدات اطبخ مع اصحابي، لكن للاسف كنت بعمل حاجات كتير جدا الا حاجه واحده بس، الرز. ما كنتش بعرف اطبخ رز، فكنت كل يوم اتصل بمراتي اعرف طريقه الرز بتاعتها ايه. فبدات اطبخ حاجات تانية كتير يعني، جبت وصفات من على النت، بدات ادخل على النت اعرف ده يتعمل ازاي ده يتعمل ازاي. وبعد كده اصحابي في الشغل بداوا يقولوا عني، اصحابي في الشقه معايا في الشغل يعني، فبداوا يقولوا عني في الشغل ان انا بطبخ كويس. الكلام ده كان سنة 2012، مش من بعيد يعني. بعد كده بدأوا زمايلي في الشغل يطلبوا مني تشيز كيك مثلا، يعني عايزين تشيز كيك. فأنا دخلت على موقع، على صفحة على الفيسبوك كان اسمها صحتين وعافية. صحتين وعافية دي من الصفحات القديمة جدا على الفيسبوك، هي للأسف العدد فيها قليل جدا، لكن دي من الصفحات اللي اتعلمت منها كويس جدا. كان فيها الأستاذة إيمان كامل، ودي كانت بتعمل وصفات مصوره، يعني كانت بتعمل الوصفه ستيب باي ستيب بالصور، زي شيف مروه كده بتعمل، وزي ما انا بعمل او زي ما انا اتعلمت منهم يعني. طبعا انا بصور من 2011، بشتغل بالليل مصور، بصور يعني برودكتس، وبصور ويدنجز، وبصور حاجات كتير يعني. فمن الحاجات اللي كنت بحبها جدا تصوير الاكل. بدأت أفكر إزاي أجمع الأكل مع التصوير، زي ما كانت إيمان بتعمل والصفحة بتاعت صحتين وعافية بتعمل، وزي ما ناس كتير جداً لؤلؤة 2015، سلمى علي، دول الناس القدام كانوا على موقع فتكات. وطبعاً لقيت الموضوع معايا كويس جداً، بما إن أنا الكاميرا بتاعتي بروفيشنال وبصور كويس يعني. فعملت طريقة التشيز كيك، نزلتها على فيسبوك، بدا يبقى لي متابعين 10-15 متابع كده، كنت فرحان جدا بيجي لي 15 لايك و20 لايك وكده. وبعد كده عملت انجليش كيك، الموضوع بدا يعلى شويه وبقى يجي لي 100 لايك 150 لايك. بعد كده عملت كرواسون، كان ما يتاكلش الصراحه. لا طبعا كان في غلطات، كنت ساعتها فرحان قوي بنفسي يعني، بس هو كان في غلطات بشعه ولسه موجود لحد دلوقتي يعني. فحد من العبور كلمني، ممكن اخد تليفونك؟ اتفضلي تليفوني. كلمتني قالت لي انا بعمل اوبن داي وبتاع، وعايزه طريقه السينابون، لان انا جربت السينابون كتير جدا وفشل معايا. انا دخلت على يوتيوب على allrecipe.com، جبت هاو تو ميك سينابون، عملت سينابون، صورت السينابون، والبيت كله كان سينابون وكله اتبسط. هو طبعا ما حدش في البيت يعرف، لان كلهم في دمياط ما يعرفوش طعم السينابون ايه اصلا، بس هم كانوا حاجه عجبتهم يعني. مش قلنا هتبقى كوميديا الفقره دي. عملنا سينابون، حطيته على الفيسبوك من سنه بالظبط، ومن سنتين بالظبط وكذا يوم. انا قمت الصبح لقيت نفسي مشهور جدا. لقيت الالبوم عليه 2000 لايك. لا مش مصدق نفسي بقى، وطلبات صدقه بالعبيط، وبقى عندي 5000 صديق تاني يوم وحاجات كده حلو. وخلاص رحت بعد كده عملت وصفه كب كيك، وبدات احس الناس عايزاني برضو اعمل صفحه. فانا دايما كان في واحد صاحبي معايا في الشغل يعني، كان يقول لي هتاكل فين، اقول له اكل من عند حد كده زي زوزو نتانا كده وبتاع، فيقول لي بالهنا والشفتشي. فانا كان كل وصفاتي اكتب في الاخر بالهنا والشفتشي. وبعد كده عملت بوست على الفيسبوك، يا جماعه تحبوا نعمل الصفحه باسم ايه؟ ففي حد اسمه داليا وفائي، مش هنسى الاسم ده ابدا يعني، مع اني يعني شخصيا ما اعرفهاش، كتبت لي سميها بالهنا والشفتيشي مع سامح صدقي. فقلت هو ده الاسم اللي هعمله، عملت بالهنا والشفتيشي مع سامح صدقي. فالحمد لله الصفحه الى حد ما كانت شغاله كويس، لكن من يوم 29/6 بالظبط اترقيت في الشغل بتاعي، بقيت حاجه عاليه شويه. ف
فللاسف بقى عندي مسؤوليات اكتر، ما بقتش اقدر ادخل المطبخ نهائي. من يوم 29/6 لحد النهارده دخلت المطبخ مره واحده بس، هي يوم الجمعه اللي فاتت، وكانت عند حماتي. كانت عازمه 15 حد وانا كنت بعمل لهم سي فود، وكانت عزومه جامده. فطبعا الناس شجعتني تاني، قلت خلاص هرجع تاني بقى ان شاء الله اطبخ. وبعدين شيف مروه ما شاء الله بقى، بفتح الصفحه بتاعتها كده من اسبوعين لقيت 600 وشويه الف لايك، قلت لا ده لازم ارجع بقى اجري وراها تاني. وطيب وسعيد جدا اتعرفت عليكم، معلش وجعت دماغكم بس، وحابب اتكلم اكتر، انا برغي كتير بس يلا اشوفكم على خير بقى.